القديمة ديال مراسي. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد اليوم جورنال فيغ بخبر عنوانه عاجل: رسميا العصبة الاحترافية تحدد موعد قمة الرجاء ونهضة بركان. وحددت العصبة الاحترافية يوم 24 مايو الجاري كموعد إجراء المواجهة القوية المقرر أنها تجمع بين فريقي الرجاء الرياضي وضيفو النهضة البركانية برسم جولة 27، وغتجرى المواجهة في ملعب بلدي برشيد بداية من الساعة 7 مساء حسب ما حددته العصبة. هذا تأجلات المباراة على موعدها بسبب التزام فريق النهضة البركانية بخوض مباراة نهائي كأس الاتحاد الإفريقي أمام الزمالك المصري في 12 و19 مايو الجاري، وكيمني فريق الرجاء النفس بالفوز في المواجهة على نهضة بركان من أجل تقليص الفريق على الجيش الملكي لنقطة واحدة في صراع المنافسة على اللقب على بعد 3 دورات من نهاية البطولة. خبر في نفس السياق بعنوان: رسميا تحديد موعد ومكان ديربي الرجاء والوداد. وكشفت العصبة الاحترافية على موعد ديربي بين الرجاء والوداد برسم الدورة 26 منافسات البطولة، وحسب برنامج الدورة 26 فمباراة ديربي غتجرى في 2 من شهر يونيو المقبل فوق أرضية ملعب برشيد على الساعة 6 مساء. هذا كان مصدر جامعي مسؤول كشف أن الجامعة الملكية كانت كتراهن على انتهاء الأشغال بمركب العربي الزاولي في نهاية مايو الحالي باش يكون جاهز لاحتضان مباراة الديربي في يونيو المقبل، لكن سلطات عين السبع رفضت السماح لفريق الرجاء وخوض مبارياته من حضور الجماهير بالعربي الزاولي، ما اضطر الفريق للتنقل لعب مبارياته في ملعب بلدي برشيد. يشال أن فريق الرجاء الرياضي كان فاز ذهبا بالمحمدية على الغريم التقليدي بهدفين دون رد، كانوا من توقع بن إبراهيم ضد مرمى ومحمد زريدة بعد مرتد هجومي رائع تختتم بهدف مرمى مطيع. محمد بودريقة يعلن عن عقد الجمع العام للرجاء من خارج المغرب. وجه محمد بودريقة رئيس المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي الدعوة لعقد الجمع العام العادي التكميلي برسم الموسم الرياضي 2022-2023، ونشرت الصفحات الرسمية لفريق الرجاء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بلاغ رسمي كتعلن من خلاله على توجيه الدعوة للمنخرطين للحضور تتمة أشغال الجمع العام العادي للنادي الأخضر. وأكد بلاغ الفريق أن أشغال الجمع العام العادي غينعقد يوم الجمعة 31 مايو على الساعة 7 مساء مع الإشارة لتحديد مكان إقامته في وقت لاحق. وأعلن بلاغ الرجاء على جدول أعمال الجمع العام لغيعرف الاطلاع على محضر الجمع السابق الخاص بموسمي الرياضيين 2021-2022 و2022-2023، وعرض التقرير الأدبي والمالي على الفترة من 16/6/2022 لغاية 30/6/2023، وعرض التقرير المدقق الحسابات وغيرها من النقاط. وأرفق الفريق الأخضر بلاغه برابطي لتحميل التقرير المالي والأدبي باش يتمكنوا المنخرطين والمتتبعين الاطلاع عليهم قبل عقد الجمع العام التكميلي. رجاوي سابق يراسل العصبة لمنع الرجاء من التعاقدات. وراسل المحامي سامسون بنغي اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي العصبة الاحترافية لطلب منع الفريق الأخضر من التعاقدات الصيفية بسبب عدم توصله بمستحقاته رغم حصوله على حكم نهائي من الاتحاد الدولي. وكان بنغي غادر فريق الرجاء قبل سنوات ولجأ لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للحصول على مستحقاته المالية اللي كتقدر بحوالي 76 مليون سنتيم. ورسل اللاعب الرجاوي السابق إدارة الفريق الأخضر غير أنه متمكنش من الحصول على مستحقاته وقرر اللجوء للعصبة الاحترافية في خطوة أولى لطلب منع الرجاء من التعاقدات للحصول عليها. وكيهدد مبانغي حسب عدة منابر باللجوء للاتحاد الدولي فيفا في خطوة ثانية لطلب منع الرجاء من التعاقدات محليا ودوليا إلى حين الحصول على مستحقاته. هذا وكيواجه فريق الرجاء أزمة مالية كبيرة بسبب إغلاق مركب محمد الخامس وحرمانه من مداخل جماهيره دون ما يحصل على أي تعويض على خسارة مداخل كتقدر سنويا أزيد من 2 مليار سنتيم من قبل السلطات المحلية، مع علم أن المكتب المسير لفريق الرجاء كيبذل جهود كبيرة لتوفير مداخل أداء مستحقات اللاعبين ومنح اللقاءات للحفاظ على معنويات مرتفعة من أجل المنافسة على لقب الدوري الاحترافي وكأس العرش. خصم نقطة وتوقيف لاعبين من أمل فريق الرجاء الرياضي. وفي تفاصيل الخبر تقرر خصم نقطة من رصيد فريق الرجاء في ترتيب بطولة وتوقيف لاعبين وفق القرار اللجنة التأديبية التابعة للعصبة الاحترافية اللي صدر أمس الخميس. وحسب قرار العصبة الاحترافية هو فأمل فريق الرجاء الرياضي
أشرك لاعبين موقوفين في مباراة الجولة 23 من بطولة القسم الثاني هوات مجموعة الشمال الغربي أمام فريق النادي الرياضي النصر ولاد صالح. وحسب منطوق الحكم فتبين فعلا أن لاعبي فريق الرجاء الرياضي لعبوا ضد النصر ومفوضيات إيقاف، فياسين أوماس تحصل على الإنذارات خلال الدورات 15 16 21 22، واللاعب إدريس جناح الإدريسي حصل على إنذارات خلال الدورات 5 9 16 22 في الموسم الرياضي الحالي، وبالتالي كيكون إشراكهم ضمن ورقة تحكيم المقابلة المجرى برسم الدورة 23 غير قانوني. وهو الامر اللي دفع العصبة الوطنية هوات لخصم نقطة من امل فريق الرجاء وتوقيف اللاعبين معا. الرجاء يتقدم الاندية التي تضغط على الجامعة لصرف منحة 600 مليون سنتيم، وقدمت عدد من اندية البطولة الاحترافية على مراسلة الجامعة الملكية من اجل الاسراع في صرف منحة النقل التلفازي وتسهيل مهمتها في تسديد رواتب ومنح لاعبيها واطورها التقنية. وأكدت عدة منابر أن رؤساء بعض أندية البطولة ومن بين فريق الرجاء الرياضي راسلوا الجامعة من أجل تقديم موعد صرف منحة النقل التلفازي بسبب الوضعية المادية الصعبة لأنديتهم وحاجتهم الملحة لتسديد رواتب ومنح اللاعبين والأطر التقنية لفرقهم. وكشفت المصادر ذاتها أنه في الوقت اللي اختاروا فيه مسؤولي الرجاء واتحاد طنجة مراسلة إدارة الجامعة الملكية، فمسؤولي المولودية الوجدية فضلوا الانتقال لمقر هذه الأخيرة من أجل الاستفسار على الوثائق القانونية اللي من الواجب الإدلاء بها من أجل تسهيل مهمتهم في تحصيل المنحة السنوية المذكورة. يذكر أن الجامعة الملكية كتخصص 600 مليون سنتيم كدعم سنوي لأندية القسم الأول و 300 مليون سنتيم لأندية القسم الثاني مقسمة على ثلاث أشطر. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقوا في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لبنا.